يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلاً، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.